ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال دايما يا رب باذن الله. ان شاء الله النهاردة هقول لكم على تجربتي في استخدام القلاية الديلونجي 1373، ده الموديل. هقول لكم مواصفات القلاية ايه والعيوب والمشاكل اللي قابلتني بعد ما جبت القلاية واستخدمتها. القلاية بقالها سنة عندي وعملت فيها حاجات كتير جدا. عملت فيها تقريبا جميع انواع المقليات او معظمها، وعملت فيها حلو وحادق. خليكم معايا عشان اقول لكم كل حاجه. مبدئيا كده تعالوا اشرح لكم القلايه. هنا يا بنات ده زرار التشغيل للقلايه اللي بيشغل القلايه والسخان العلوي وبيشغل التايمر بتاع القلايه، ومن هنا هنبدا نزود الوقت. هو بيشتغل مبدئيا على 30 دقيقة، وممكن نزود او ننقص الوقت لو احنا عايزين. وهنا بنعمل ستوب وستارت للتايم او للقلاية للتشغيل، ومن هنا بنقدر نفتح باب القلاية. وفي هنا فوق السخان العلوي، وده الغطاء بتاع القلاية او الباب. وفي هنا في الحلة دراع التشغيل او التقليب بتاع القلاية، بيلف اول ما القلايه تشتغل بيلف لو احنا مركبين. ودي حله القلايه، نوع الحله سيراميك مطلي بماده مانعه للبصق. زي ما انتم شايفين القلايه واسعه ما شاء الله، سعتها كيلو و700 جرام. ودي ميزه في القلايه ان السعه بتاعتها واسعه جدا. تعالوا بقى اقول لكم على مواصفات القلايه. القلاية موديلها 1373، فيها سخان فوق وسخان تحت. السخان اللي فوق 1400 واط، والسخان اللي تحت 200 واط. القلاية فيها ميزة الإيقاف التلقائي للوقت، أول ما التايم بيخلص القلاية بتفصل لوحدها، بتدي صفارة كده إن الوقت خلص. القلاية كمان ما بيجيش معاها أي ملحقات، ما بيجيش معاها غير الدراع وحلة القلاية بس، دول اللي بيجوا معاها. في موديلات تانية بيجي معاها شبكة زيادة وحلة زيادة، الموديل ده مفيهوش الملحقات دي. كمان الموديل ده مفيهوش برامج، انت بتظبطي الوقت بنفسك، بتظبطيه عن لما بتشغلي السخان العلوي بتقدري تزودي الوقت او تنقصيه. هو بيشتغل مبدئيا على 30 دقيقة، وتقدري تزودي لحد الوقت اللي انت عايزاه. ده زرار تشغيل الفرن اللي تحت، تقدري تفصليه لوحده، ممكن ما تشغليهوش لوحده، وممكن تشغلي السخان العلوي فقط لوحده، انما ما تقدريش تشغلي السخان اللي تحت لوحده. لازم تشغلي السخان اللي فوق مع السخان اللي تحت، او السخان اللي فوق بس. وده يعتبر عيب بصراحة، بس ممكن تقللي درجة الحرارة خالص لأقل درجة، فكده يعتبر ان انتي مش مشغلة السخان اللي فوق ومشغلة السخان اللي تحت بس. دي مواصفات القلاية. برضو من مواصفاتها انها 1700 جرام، وبتاخد عدد حلو جدا، تكفي 6 افراد تقريبا ممكن اكتر. هقول لكم باختصار كده مميزات وعيوب القلاية عشان اللي حابب يشتري الديلونجي يعرف عيوبها قبل مميزاتها. مميزات القلاية، الأكل طعم حلو جدا، ممكن تعملي فيها أي حاجة، كيك، بيتزا، مخبوزات، تحميص، تحمير شعرية، تحمير كنافة، أي حاجة ممكن تعمليها في القلاية الديلونجي، والأكل طعمه حلو جدا. كمان تقدري تشوفي الأكل من بره عن طريق الجزء الشفاف اللي في القلاية. وكمان القلاية ما بتسحبش كهربا خالص، ما حسيتش بفرق خالص في الكهرباء. وكمان تنظيفها سهل جدا، ودي اكبر ميزة فيها او اكتر ميزة انا حباها في القلاية، ان تنظيفها سهل. نيجي للعيوب بقى. العيوب اول حاجة صوتها عالي، مش بتحمر الاكل بالتساوي، وبتحمره من ناحية السخان او من تحت السخان بسرعة عن الناحية اللي بره، وكمان من تحت بيتحمر برضو بسرعة عن فوق. وكمان لونها الابيض وفتحات التهوية اللي فيها. والمشكلة الكبيرة اللي فيها ان دراع التقليب بيتخلع من مكانه، تحديدا مع البطاطس، بس ممكن تلاقي له حل، في موجود ليه حل على قناتي.
والمشكلة الكبيرة بقى ان اللي هي بتاخد وقت اطول شوية من باقي الآليات، من 5 ل10 دقايق وقت اطول. بصراحة رأيي الشخصي في الآلية لو قارناها بباقي الآليات فهي كإمكانيات حلوة، بس كسعر عالي قوي ومشاكلها كتير، سعرها عالي ومشاكلها كتير. بتمنى ان انا كنت جبت آلية تانية زي مثلا فيليبس اكس لارج او اكس اكس لارج. حجمهم قليل شوية بالنسبة للديلونجي، بس ما فيهمش مشاكل الديلونجي، تنظيفهم بس صعب شوية، لكن كتحمير وكإمكانيات الآلية فشايفة ان هم احسن من الديلونجي. او ممكن ان انا كنت جبت الآلية الديلونجي اخر اصدار، ولو ان فيها برضو بعض العيوب، دراع التقليب برضو موجود في نفس الموديل اللي هو اخر موديل، وموجود في معظم اصدارات الآلية الديلونجي، ومشكلة وحشة جدا وتعصب بصراحة. بتمنى ان انا اكون افدتكم الفيديو، وما تنسوش تعملوا لي لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد.